السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة ومرحبا بكم. إن شاء الله يا ربي كل يوم وكل ساعة وكل لحظة ليل ونهار وكل السنوات أنكم بصحة جيدة أنتم والعائلة بتاعكم. اليوم شفت آخر فيديو شرينا فيه السردينة، فاليوم إن شاء الله باش نعمل سردينة. وإحنا بصراحة نحب أن المقلي، مرة هيك باش نعمل مقلي. انا حضرت كل شيء، خاطر بصراحه وقف عليا برشا برشا. هو السردينه انا فوحته، غسلته فوحته كيلو بصراحه، هو ب 7000. ان شاء الله يلمع، تعرف شو معناه يلمع؟ يلمع اللون نتاعو. خلينا نشعل الضوء ترى بالك. كيلو ب 7000، اللون نتاعو يلمع نظيف ان شاء الله، معناها ناقص ولحمته مش متهريه بالكل، يوريك اللي هو به. طبعا واحده خشينه وواحده جويده، لكن مساج. المهم، وقشرت البطاطا لهنا وملحتها، الطماطم لهنا زاد كيف كيف، مقلي وفلفل حشيته بالملح صغير. بقى تابل ثوم وتابل لهنا نص تهريسه. عمكم يجيني هنا يكمل هرس، خاطر كان متكي راقي ما حبش نرجعو. وعندنا زيت وعندنا كل شيء. هو بركب عليه ما يستحقش انا نقدمه، غير حبيت نحييكم انا ونقول لكم ان شاء الله ديما فرحانين ولاباس. ان شاء الله يعجبكم الفيديوهات نتاعي، ما تنساونيش من اللايك اهم حاجه، ونحبكم برشا وكيما تدعموني انا ندعي لكم من كل قلبي. وانا هنا باش نقعد، خاطر سي عييت باش نمشي نقعد نعمل السلطه اللي هي ما فيها حتى شيء، خس و سلطة سيف، يعني خس و بسباس كعبة طماطم ونص بصلة بركة، نص بصلة بصل الشتوي. عطيته نص لهنا مع الطماطم، يتصرف فيها كيما يحب، يحب يحطها يحب ليه. وانا هنا باش نقعد نقص ونخليكم معاه. هاي تفضل سي نور الدين. ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. باش نبدو تو كاش باش نبدو؟ هذا ثوم هذا؟ اي ثوم ما عرفتوش فيه. اخضر هذاك عايش فيه شويه، حاطين منه شويه تاني. باش باش نبدا نبدا طبعا البطاطا الاولانيه باش تزيد ما دام جديد. بعد كعبات السردينه وبعد تتصرف انت الفلفل وفي الاخر بكل الطماطم. حبيت تعمل لازم. ثوم هذا ايش تعملي به؟ هذاك الصوص نتاع الطماطم. اوه. ايوا تجي تقلي الطماطم. والبصل زاد هاكا محطوطين، الحمر بعد ما عندي كان هاكا، على خاطر الزيت ماكش حاطط بيهم. اوكي، وين الزيت؟ ايوا، شعل الغاز. قول لي اكيد باش نطيب على البارد انا. كان تحب العظم حب. اسمه الزيت ياسر كثير ولا ايه؟ للكل هذاك الزيت. كله هذا؟ البطاطا، لا مش كله. قلت لك للكل، يعني البطاطا بعد شو تقلي به البقية. كان تحب العظم بعد براسها لحد تحتاج تعبيد، ما كانش تخليه ما يزيدش. شو نبدل الواحد هذايا بس نشوف اللي هي يا مش احسن. تو باش تبدل؟ يا بس تنوي تبدل في ساعه تبدل. اي اعملها بوزا، ما نبعثك باش ما يجيش ياسر طويل. عليه او في ساعه طويل هيك. الراس باش تبدل. خاطر هذايا يخدم هذايا احسن. ها اي داخل، خاطر ها هو بيبتهل من هنا ولا ياه. ها وما عادش يدخن الاخر اللي كان كبير، كان يدخن كنت عارف. بيه هكاك بيه. صافا بيه بيه هكاك. هاي مريكة مريكة. وعطي عملتي الملح لهنا؟ اي بطاطا صيف ملحتها. عطيتي الملح؟ البطاطا وفلفل بركة ملحتها. الطماطم ليه؟ وطبعا الحوت زاد فواحد. طماطم ليه؟ تحب الطماطم تحطها طيب على كانون اخر في معون وحده؟ و... في العقل. باهي هكاك باهي في العقل وخيط. طيب ولا فوق صيف؟ هيك هو حتى لين نجي تقلي. بسم
كملت السلطه روحتها بالقارص والزيت والملح اكها. يسخن نسيت لف لف القليل. سيف جي صايي سيف جي والله خرجنا ولينا الصباح ناخذ الجنينة يخدم فيها وشوية حاجات وانا كان عندي صابون ولا حاجة حتى ان شاء الله نبداو ان شاء الله باذن الله مع بعض. نيجي سلتي وعدتها جمعة غير باش نمشي نجيب نمشي بحدينا على السبت تحبطني نمشي بحداهم قبل ما نتعدى الدار شوية بدات عمي جايين بالضم عليا نهار السبت شنو اللي راه ديريكت نمشي للدار كان نهار الحد نجيب الطنقر ما تحبنيش نمشي حتى البلاصة ما كانش ان شاء الله الجمعة الجاية دونك نكلمهم قبل الجمعة السبت الجاية اللي بعدها هكاك يولي سبت نمشي لهم وسبت ما نمشي لهمش في كذا صباح بالنسبة للدار برخت مش داركم يا مرة باش نقلي العوطة الأولى عارفة شو نقبل الكثير من تقليدي هذا الزيت الخوخ ما يتقلب فيه صعب حتى يسد روحك. خاطر انت عندك القلاية تكون. قلايتنا قديمة لكن نوعيتها باهية. ما تسدش كل حاجة فيها. حط ما فيش روح. لكن تكرم بس من زمان. حاضر. ندلل على راسي انت اكبر كبيره شويه كبيره عشان ما تبين لك كل نفس مين هو تحطي هذا الشيء ممكن يلوث الزيت
ولو قدمنا المقلي الزيت كلها زيت من بعد الجدة كنتني حب المقلية حب المقلية طالب يعني مقلية مقلية محمد أي مالو فيه تمالو ليه هي وصلنا نحضر السلطة يعني جاي حاجة زين البارح مشيت الزيتون عندنا زيتون يقول لك ديالي نقصد ونقلوا لك عملت بطاطا فميتوا لنا اما نقص في الزيت ما كانش باش يتحركوا لك يا ربي نقص في الغاز على الاخر والا اعمل في اعمل طماطم وحط مع الفوق طماطم بعد نقص عليهم نقص زيت وين الوقت صلى الله كيفاش حط الطماطم الاول وبعديك تقطع في الطماطم مليح وتفوح عاد بعد ما تخلي شويه طماطم كيف تقول لك يا ابني ولا لا؟ ما حبيت حتى تجاوب. كيف تقول لك؟ 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 تابل ولا كروية؟ تابل وكروية تابل وكروية اللي حطيت فيه هنا في الطومة هذوما بين الزيتون يمكن يخليه الأحيان هذا
يغطيها بصلصة ايه كهربا تغطي. نحط شوية عصير نوديه مغروم بالعصير. هنا اللي نحرق العصير يبدا فيه شوية كيما هكا. ما شاء الله قبل ما تجيب الصحيح نوريك كيفاش زينته عاد. اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم وتفضلوا معنا. مرحبا اللي يقول لك شهي مقلي تونسي. نودكم نشهيكم خاصة خاطر في تونس يعملوه حتى في الخارج نعملوهم المقلي، لكن ما يجيش بلد تونس. الحقيقة هذه بلادنا فيها ما شاء الله من الخيرات. ان شاء الله يعجبكم. شنو نقول لكم ديما تنسوناش باش لايك تعب وقلي وقف وجيب وزين لايك سبسكرايب ناس الجد اشتراكات واللي معانا ديما من العائلة. لايكيت هو واللي دخل الزود زادة. يلا ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات اخرى ان شاء الله. كل مرة تكون واحد خير من اللي جاي خير من اللي فات ان شاء الله. حبيت نقرب لكم من هنا باش تشوفوا الطاولة على عن قرب. الهريسه جبتها اذا كان الفلفل مش حار. راني ناخذ حل الهريسه حاره. هاي بي حاره الاخر. هاي بي لا ما انا ما نحلهاش خاطر اذا كان مش حار باش نحلها ونحط مغرفه فوق المقلي. الخبز الباكيت والزيتون هذا ديالي تعرفوا انتم قبل عملناه عام كروتين قاعد البيس والسليطه اللي عملتها هنا حاضره وشاهي طيبه. ونشوفوكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه ان شاء الله. بحر وغير